عايش ولا لغيرك عايش قلبي ولا البحر طايش عيني ولا الجمرة الليلة 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 يا سمرا يا سمرا الليلة يا سمرا جاني الأسمر جاني افتكر زماني جاني الأسمر جاني افتكر زماني بعد ما اتجوزها وبعد 4 أشهر ونص جابت له طفل صغير اتجنن قال لها انت خاينه عليها الطلاق خاينه 4 شهور ونص لما افتريوش بين عينل اقول لهم انا هي في البلد يعني قالت اقعد بس نتفاهم بالعقل انت متجوزني بقالك قد ايه؟ قال لها 4 أشهر ونص يا مدام طب انا متجوزك بقالي قد ايه؟ قال لها 4 أشهر ونص صح يبقى 9 ظلمتك انا انا كنت لوحدي وفي حالي شفتك معرفش اللي جرى رحت البال راحت من بالي قلت لي مع الف سلامة انا كنت لوحدي وفي حالي شفتك معرفش اللي جرى عجبك ام حسن يا استاذ عبد الوهاب يا موسيقار عظيم انت ما ترد تقول حاجه على ام حسن ولا اشوفها تعمل معاها ايه الست دي استاذ محمد عبد الوهاب رايك ايه في ام حسن اولا ام حسن أولاً أم حسن إنسانة عظيمة وأنا أعرفها من حوالي 50 سنة وكانت لما تعيا كنت بوديها للدكتور وعلى الفور كانت بتروق وتبقى عظيمة النهاردة هتيجي تسألني عيانة ليه هقول لك معرفش طب في إيه وليه تعبانة هقول لك من غير لي بخاف اصرحك بحب فما بقاش في بالي غير ذكريات حكايه ان قلتها لك تعمل في بالك من